بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ الأمر السابع، الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكو والمؤامرة. والنقطة الثالثة، الخليفة ومماليكه وحاشيته. النقطة الرابعة، هولاكو وجينكس خان والمغول والتتار. ولا زال الكلام في النقطة الثالثة، ثم ندخل اليوم إن شاء الله في النقطة الرابعة بعون الله تعالى. في تكملة الرد على نونية ابن القيم وهو من أئمة التوحيد الأسطوري، تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم، قال الكوثري: ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه وأبعدها غورا في الضلال وأشنعها إغراء للحشوية ضد أهل السنة وأوقحها في الكذب على العلماء. وقال الذهبي في رسالته إلى ابن تيمية: إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يا رجل بالله عليك كف عنا فإنك محجاج عليم اللسان، لا تقر ولا تنام، إياكم والأغلوطات في الدين، والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد يا ابن تيمية. وفي قبول الشهادتين شكوك عند الذهبي، يقول: والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. إذن الكلام في الأمر السابع، الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاك والمؤامرة. النقطة الثالثة، الخليفة ومماليكه وحاشيته. وصلنا إلى المورد الثامن في تاريخ الإسلام الذهبي، قال عبد الله المعتصم بالله: حكى جمال الدين بن رطلين عن أبيه، هذا جمال الدين يتحدث عن أبيه، عن ابن رطلين، حكى جمال الدين عن أبيه أنه قال: أخذوا الخليفة ليقتلوه وكان معه خادم يقال له قرنفل، فألقى عليه نفسه يقيه من القتل، فقتلوا الخادم وعادوا إلى رفس الخليفة حتى مات، وكانوا يسمونه الأبله، وكانوا يسمونه الأبله، التتر، التتار، المغول، من كان مع المغول كان يسمون الخليفة بالأبله. يكمل الذهبي الكلام: وحدثني شيخنا ابن الدباهي قال: لما بقي بين التتار وبين بغداد يومان أعلم الخليفة حينئذ، فقال، قالوا له: وصل التتار، بقي يومان حتى يصل التتار إلى بغداد، إلى أسوار بغداد، إلى دار الخلافة، هل صدق بهذا أو لم يصدق؟ ماذا فعل؟ فقال: عدلان يروحان يبصران، يعني لم يقل ليأتي عدلان يشهدان بي أن المسافة بقيت عبارة عن يومين، لا، وإنما قال: يذهب عدلان، فقال: عدلان يروحان يبصران إن كان هذا الخبر صحيح، قال: عدلان يروحان يبصران إن كان هذا الخبر صحيح. ثم طلب الخليفة والدي فحضر، هذا الراوي يقول: ثم طلب الخليفة والدي فحضر والدي إلى بين يديه وطلب منه الرأي، وطلب منه الرأي وقال: كيف نعمل؟
فصاح والدي وقال فات الأمر كنتم صبرتم زاد لو صبرتم أكثر. قال فات الأمر كنتم صبرتم زاد كنتم صبرتم زيادة كنتم صبرتم أكثر من هذا. هذا هو حال الخليفة، هذا هو حال إمام المسلمين وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين.